أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا وهذه الحلقة من البرنامج والتي نتابع فيها مع حضراتكم سوق الأضحية بمدينة أسوان. الاخ عماد عدلي، احنا النهارده يعني بنشوف موسم الاضحيه بقى هنا، ومنطقه البشريه دي مشهوره على مستوى اسوان. انتوا بتستعدوا من امتى بتجهزوا الاضاحي بتاعتكم هنا؟ يعني قبل العيد ب 10 12 يوم مثلا. كده الموسم من قبل العيد ب 12 يوم او 13 يوم كده بتبداوا تجهزوا. بتجيبوا البهايم من فين بقى؟ والله نجيب بهايم من مراعي مثلا توشكا، وبهايم على النجرة مثلا، وبهايم بيوت معلوفة، وبهايم مثلا من سوهاج، وفي كمان بهايم من مصر، بنجيب برضه بهايم من البحيرة. يعني بيبقى تشكيلة يعني، لأن كل زبون ليه طلبه كمان. طب شاور لي كده، قول لي ده نوع إيه وده نوع إيه وده نوع إيه مثلا يعني. ده مثلا خروف مجنس اسمه، احنا عندنا. بيتوجد مثلا في النجرة أو في الخزان، توشكا أو كلابشة وكده. ده مجنس. مجنس. والنوع الثاني مهجن، يبقى ايه بلدي على سعر كرياوي. نوع ثاني مثلا ده خوف بيتي، ده معلوف خوف عرف. ده اللي بياكل البيت. ده خوف بيتي، تالف في البيت وهو صغير كده، يربوه بعد كده يجي يبيعوه في السوق. الجار برضه ممكن يكون عارفين في البيوت. بتربوها. طبعا غلال بقى يبقى واكل غله وعلف كده يا عم. تبون وعلف كده. وبقرون كبيره اللي هناك ده بلدي. ده بلدي ده بقى. ده يبقى زي بهايم سوهاج مثلا. بهايم بلدي جنه وسوهاج وكده. تربيه مزارعين برضه. يعني. مزارعين. اغلبيه البهايم قليل خالص، اللي هو ايه، اللي هي البهايم البيوت، اللي هي ايه ليها بقى ايه طلب معين، تلاقيها دايما مقصوصه زي كده. اللي بيبقى عالف بهيمته يبقى ايه حابب ان هو يقص، عشان يبقى ايه الزبون شايفها على وضعها الحقيقي بتاعها. بقص الشعر بتاعها. عشان خاطر يبان الناس تشوفها، ما بقاش بيقول لك في صوفه ولا حاجه. شايف الحقيقه بتاع اللحم بتاعه. طيب انت على اي اساس بتقدر سعر الاضحيه هنا والبهيمه بمعنى اصح يعني؟ والله انا مش انا اللي بقدر، انما السوق حاكم. السوق حاكم. يعني مثلا اللحمه مثلا دلوقتي 280 جنيه، بيجي في الموسم ممكن توصل 350 330 كده يعني. 300 بقى لو واحد حظه كويس. يعني انتوا بتقيسوا السعر هنا على سعر اللحمه بره؟ طبعا انا بتقيس الضحيه. طب نفترض ان كيلو اللحمه رخصت او رخيصه، ينزل برضه. ينزل ده مش ممكن، مش كمان ممكن اللحمه ترخص. لا، اللحمه ممكن تبقى غاليه بس ما فيش بيع، السوق يرخص. يا ابو عمر. يعني احنا بنتوقف بالعرض والطلب اهو كده. طيب ايه اخبار الموسم ده؟ يعني انت دلوقتي المعروض ايه من حيث المعروض؟ والله المعروض كتير. والطلب هنا عندكم؟ المعروض كتير، بس هي الزباين ابتدت تتاخر في الشراء. يعني الناس ما عندهاش مكان تخلي، انما في ناس بقى بتيجي تحجز
اشتري خروفه مثلا ويعربنه ويخليه عندك ويديك حل الاكل وخلاص، يجي يوم العيد ياخده. اسوان عشان الناس عايشه في شقق. اغلبيه الناس في شقق اصلا. فانت بتتعاون معاهم ازاي كتاجر هنا في انك انت بيشتري ويحجز بينته؟ يحجز بينته، وفر له المكان ووفر له الاكل، هو يجي يوم العيد مثلا ياخد بينته مرتاح. يعني مثلا بيبقى يدفع مبلغ رمزي للاكل. طيب انا يعني عايزني انا عايز اشتري مثلا، واحد يقول لك اختار لي انت مثلا بهيمه معينه، ايه المواصفات الفنيه اللي بتشوفها فيها؟ ازاي تعرف العمر بتاعها وكده؟ يعني العمر بتاعها مثلا يعني خروف زي كده دي سنانه صغيره، باين لباني لسه ما كسرش ولا حاجه. ممكن يبقى اكبر شويه مثلا، يعني ممكن ده مثلا يبقى كاسر جوز، يا دوب ده احول سنه، وده لسه ما كسرش على فكره برضه، ما كسرش ده لسه ما كسرش. ممكن ده يكون كسر، هو ده ممكن يكون كاسر. دي كلها معظمها بهايم. اغلبيه صغيره. اغلبيه صغيره، انما من قرونه واضح ان هو ايه، يعني هو يشترط انه يكون كاسر، ولا يعني اللي كاسر ده بيبقى ميزه، لا ولا اللي مش كاسر ميزه؟ لا اللي مش كاسر ميزه طبعا، او اللي لغايه كاسر جوز يبقى برضه يا دوب عمره سنه. يعني اكتر من كده بقى حسب جسم البهيمه بقى، يعني مثلا ممكن خوف يبقى عنده 3 سنين بس جسمه عافي. البهيمه كل ما تسمن شويه كل ما ايه يبقى السن الكبير زي الصغير. طيبان اللحم نفسه. بيبيعوا بالكيلو جاي، تمام، يعني يقول لك يجيب لك البهيمه ونزلها لك وكيلو بكذا مثلا، تمام، لما يكون النوع موحد. ايوه تمام. انت على اي اساس بتحدد وزن البهيمه هنا عندك؟ لا هو بقى السوق حاكم الميزان، حاكم بالكيلو قد كده، انما في ناس ينفع فيها بهايم فيها تنفع وزن، وفي بهايم ما ينفعش فيها الوزن. يعني في بهايم مثلا انا كتاجر تنفع معايا ابيعها بالميزان وتضر الزبون، وفي بهايم ما تنفعش معايا انا بالميزان بس تنفع مع الزبون كويسه معاه، هو في صالحه هو. يعني في صالحه هو ازاي؟ مثلا في خرفان مثلا يقارب النص الوزن اللحمه، نصف ايه، نص وزن الخروف ده كويس بالميزان للتاجر، لكن في مثلا خروف ميزانه مثلا تلتين او تلات ارباع لحمه وربع بس العفش، ده بالنسبه للتاجر يضر يفيد الزبون. طيب احنا عايزين نقول طالما الوزن هنا بيبقى ده كسر جوز يا استاذ عبد، ده كسر جوز، ده كسر جوز ده. بص السنتين كبار في السن والنص هو دول الجوز اللي هو ايه اللي اول هو سنه كمل سنه بالظبط يروح كاس الجوز. طيب هنا انت مش كله يعني شبه بعض كلهم واوزانهم متقاربه، لكن اسعارهم واحده؟ يعني انت على اي اساس انا اخترت دي بتحط لي السعر بتاعها تقول لي كذا مثلا؟ على حسب وزنها. طب يعني انت ما عندكش ميزان؟ عندك ميزان؟ انا ما عنديش ميزان بس مع شغلي بقى فاهم الوزن، يعني انت بخبرتك بالتقرير. طبعا. طيب اعلى اضحيه عندك السنه دي وصلت كام؟ اغلى اضحيه ممكن يوصل 17000 18000. دخل بالك نوع البلدي النظيف، بلدي نظيف وتجيل اصلا كمان. تجيل خوف تجيل خالص. وارخص او اقل سعر هنا عندك كام؟ اقل سعر ممكن مثلا لغايه 4000 ممكن تلقى.
ممكن تلقى لغايه 4000 برضه موجود يعني. يعني بدايه من 4000 من 4000 الخوف الكويس يعني الذبح لحد ال 14 لغايه 14 15 وعشان طب انت هنا ازاي يعني انت طبعا بتكلفوك هنا بيكلفوك مثلا هنا رعايه واكل وشرب والحاجات دي يوم عن يوم يعني بتزيد معاك ازاي توفر لهم جو مناسب ليهم هنا برضه يعني. لازم الضله ولازم التهويه لازم اطلعهم برضه اهويهم وكده اكلهم برضه خضار شويه وعلف شويه وكده شكل الاكل يعني ذاته يعني لان برضه الجو سخن الجو سخن طب واللي بيجي اختار اضحيته النهارده مثلا تمام. قبل العيد بكذا يوم بعدد معين من الايام في ناس عندنا مكان فبتاخد الخروف بتاعها وفي ناس ما عندهاش مكان بيجي يشتري الخروف منك ويقول لك انا مثلا هاخده يوم الوقفه او هاخده يوم العيد حسب ما هو بتضيف له يعني خلاص بنضيف له حق الاكل طبعا اتفقنا في السعر فبيدفع له بقى بمبالغ رمزيه يعني مثلا 200 جنيه او 150 جنيه حق الاكل. Thank you.
الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع ده ايه من الخرفان هنا الموجود؟ الموجود دي الخرفان دي البشاري السوداني، السوداني الكرجاوي، تمام؟ دي جاي من السودان، تمام؟ احنا بندي للجماعة السودانية والبشارية وأسوان دي الخروف ب8000 و7000 ونص و9000. طيب يفرق ايه الكرجاوي ده عن البلدي اللي موجود هنا؟ ها؟ الكرجاوي ده؟ الكرجاوي يفرق كتير عن البلدي، الكرجاوي لحمه كتير. لحم كتير وفي دهن قليل، بس لحم كتير. متربع على المراعي على المطر وعلى القش، لحم مر، لحم نظيف ولحم احمر كتير. تمام، لحم احمر كتير. و بيستو انه ما فيهوش قرون خالص؟ لا، في بهائم فيها قرون، في بهائم ما فيهاش قرون. لكن هو بيستو حجمه كبير شوي، حجمه كبير، والخروف يوزن 40 كيلو لحم صافي و50 كيلو لحم صافي. يعني اكبر خروف بكام؟ اكبر خروف ب10000 ب9000. الكبير خالص؟ الكبير خالص. والقليل خالص؟ القليل خالص ب7000 ونص 8000. يعني ده بده فرصه عشان الناس اللي في البلدي يوصل 17. البلدي يوصل 17 و15. ده احنا ما عندناش، احنا دي اللحمه دي نظيف، ده عندنا ده. ده لحم احمر، يعتبر لحم صحي اكتر. لحم صحي، صح اكتر يعني. ايوه. عمره كام ده ولا اعمار مختلفه؟ لا، ده رباع وفي كسر جوز وفي سادس. عمر كبير يعني. طب تعرفها ازاي؟ كسر جوز، مش كسر جوز. بفتح الخشم بتاعه بشوف السنتين كبار. ورباع في 4 سنات، السادس بيكون مقفل السن بتاعه. هات الخروف الاولاني ده كده نشوفه مثلا. ماشي اهو. دي اوريك سنه، اهو دي سنه. هات اي واحد. بسم الله. هو ده كسر جوز. كسر جوز ده. افتح بقه. طب شوف. ما شفت انا بقول لك كسر جوز. كسر جوز. ايوه كسر جوز. ايوه. كسر جوز. كبير يعتبر. لا يعني مش كبير قوي، برضه لحمه طيب يعني. ايوه. وفي اللي بقى ممكن تلاقيه. وفي رباع وفي سادد. وفي سادد وفي رباع. الرباع اللي هو ايه؟ الرباع اللي هو اربع سنات. اربع كبير. سنات.
يعني ده 4 سنين ده صغير شو اصغرهم سنة. ايوه وفي اللي اكبر منه اللي هو الكاسر جوز. الكاسر جوز وفي لباني. وفي اللباني ايوه. ده الكرجاوي ده غير البرقي ولا هم اسمهم واحد؟ لا ده هو الكرجاوي ده بتاع الشلاتين بتاع المراعي الشلاتين بتاع فوق بتاع السودان فوق المراعي على المطر. ايوه ده اسمه الكرجاوي. اسمه الكرجاوي. نسمع عن نوع ثاني يقولوا عليه البرقي. لا هو ده الكرجاوي هو البرقي. هو انا بسال كده يعني. ايوه الكرجاوي هو نفسه البرقي. نفسه هو البرقي. هو نفسه البرقي. ايوه. بتستعدوا من امتى هنا بتبدا؟ احنا بنستعد من قبل العيد ب 15 يوم ب 20 يوم. الباين بتنزل. وقبل الغداء قبل يعني قبل الموسم ب 20 يوم كده. هل ليله الوقفه ليلة العيد بتبقى أكثر ليلة زحمة يعني؟ عندنا ليلة العيد هنا أول يوم العيد بيكون في بيع هنا برضو. في بيع برضو للبشاري برضو كرجاوي. هذا في ناس ما بتحبش تاخذها عندها في البيت. بتاخذها مثلا ثاني يوم العيد ممكن تذبح لغاية ثالث يوم العيد. عندنا برضو الذبح شغال. في ختام هذه الحلقة نشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة وكل عام وأنتم بخير.